ملاحظ عندنا في منطقة الباحة وبعض القرى أن الذي يبني له بيتا في بعض الأحيان يجعل له مسجدا صغيرا جنب البيت، قد يختصر الصلاة في هذا المسجد عليه وعلى أهله، وربما لا يكون له جيران، والمساجد الكبيرة والعتيقة تبقى يعني مهجورة إلا من قلة من الناس. ما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أقول بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يبني مسجدا في بيت قريب من المسجد العام، لأن في هذا إضرار بالمسجد العام، سواء أراده الإنسان أم لم يرده. يعني كثير من الناس لا يريد الإضرار بالمسجد العام، لكن يريد الراحة له ولأهله، ولكن هذا حرام. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم بناء مسجد بقربه، وإذا بناه وجب هدمه. ولذلك فنحن نحذر أولا إخواننا من بناء هذه المساجد لما فيها من تفريق المسلمين. وإذا كان كل واحد يبني حول مزرعته أو حول بيته مسجدا تفرق المسلمون بلا شك. فالواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله تعالى في إخوانهم، وأن لا يفرقوا المؤمنين. هذا بالنسبة لمن أراد أن يبني. أما بالنسبة للجهات المسؤولة فيجب أن تخبر الجهات المسؤولة بما حدث حتى تتولى هي بنفسها ما يجب فعله شرعا. نعم. أي طيب.